ليش اسهل لي؟ اتصلت اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك، حتى لا تدع للجور يا رب للدعامة أيضا إلا قسمتها ولا بقية إلا أفنيتها. آمين رب العالمين. مشاهدين الكرام، طبعا رح نتوقف من خلال تقرير نتعرف على يمكن أنه مبادرة أو حب لعمل الخير من قبل شاب في محافظة البصرة. ماذا يعمل هذا الشاب؟ هذا الشاب تعود على إطعام الأسماك في شط العرب، قد أنه وجد متعة أو قد أنه انعكس هذا الشيء روحيا على نفسيا أيضا على هذا الشاب، فتعود على إطعام هذه الأسماك في شط العرب. دعونا نشاهد من خلال هذا التقرير مشاهدينا مع الزميل نزار العلي ونشاهد سوية. بمركبته الصغيرة يقوم الشاب أحمد وبمساعدة رفاقه بجمع ما تبقى من الطعام المصنوع من دقيق القمح ليرميه في مياه نهر شط العرب من أجل تغذية الأسماك وإطعامها. يقول أحمد أن هذه الفكرة توارثتها من أجدادي الذين كانوا يعتمدون على مبدأ الرفق بالحيوان. طبعا تعلمت منه هلالي أطعم الأسماك من ذاك اليوم إلى اليوم، وأطلع الفجر لو الظهر لو العصر لو بالليل، أطلع أفطر على الأفران، ألم من عندهم يسمون الزايد الخبز الزايد، وأجيب لنا طعام للأسماك، أجيب لنا طعام لأن ذني لا حول ولا قوة. طبعا جاي نشوف إحنا على الناس الذب عجين على مود تستفاد تصير سمش بي أنا بدون مقابل، هذا بلنا قربة الله تعالى. هذه الأسماك تحتاج إلى المكونات الغذائية واللي تكون يعني داعم إلها، لأنه تعرف اليوم الكائنات الحية اللي تعيش بالبيئة المائية تحتاج هذه المكونات الغذائية، فهي ثقافة جميلة بصراحة. ممكن أنه إحنا يعني نثقف الناس على هذا الشغلة باعتبارها يعني هذه المكونات عندما تطلق للبيئة هي صديقة للبيئة. فهذا اللي يرمي الخبز أو اللي يرمي الصمون أو بقايا الرز هذه ممكن تتغذى عليها الأسماك باعتبارها أصلها نباتي. جمع الأطعمة هو أمر اعتاد عليه أحمد، بالرغم من أنه يتطلب منه جهد ووقت، إلا أن ذلك يزول عندما يشاهد الأسماك تأتي لتتناول هذا الطعام منه. كذلك صيادو الأسماك المتجولين بدأوا ينتظرون قدومه من أجل زيادة صيدهم للأسماك. الناس قامت تشكرني والصيادين قاموا يشكروني، قالوا أحسن ما تذب النمى بالزبالة، أنت جاي تجيب طعام للأسماك، عافية وأحسنت وحم الله واديك بارك الله بيك، وعشريت ادرحم على روح والدي بالدنيا. وهي مبادرة كل جيدة، الجماعة يجيبون الأكل اللي باقي عندهم ويطعمون به الأسماك، والأسماك كما اعتيادي تتغذى على هاي الأطعمة تكبر حجمها ويتكاثر حجمها. من مكان هذا نعتبره مكان معلوف، فالمكان اللي ينعلف تتكاثر به السمك، تتكاثر به تجي السمكة كبيرة هنا. إشاعة ثقافة الاهتمام بالأحياء المائية هي الرسالة التي عمل عليها أحمد وبعض من أصدقائه لتكون جزءا يومي من أسلوب حياتهم. يحاول أحمد مع رفاقه تحقيق الأمن الغذائي للأسماك والاهتمام بالثروة السمكية. من البصرة نزار العلي، قناة كربلاء.